تبحث مجالات التعاون الثنائي وقضايا الراهن بين الجزائر وإسبانيا، وتنسيق مشترك في عديد المجالات، وإشادة بتجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب. أبعاد تقوية وتنموية مع إطلاق محطة تصفية ورفع ضغط الغاز بعين مناس. ووزير الداخلية يؤكد من إليزي تكفل الدولة بانشغالة المواطن وتنمية المناطق الحدودية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. تابع كذلك رفع حصة الجزائر من النفط ب 26 ألف برميل يوميا بداية من أوت المقبل، هذا التزاما منها باتفاق أوبك الأخير وتحفيزات لمصدري المنتجات الفلاحية. في الذاكرة التاريخية شهادة حية للنضال الثوري بمنطقة يابوس بخنشلة، ومبادرة ثقافية لترسيخ الهوية الوطنية مع إطلاق عملية توزيع الكتاب عبر الوطن. في أخبارنا أيضا، وفي موسم الاصطياف مخطط أمني لضمان راحة المصطاف، وأطفال إليزي يستفيدون من رحلات إلى مختلف المناطق الساحلية. نشرة والأخبار، أهلا بكم. بداية، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة العيد الوطني لبلاده، مجددا عزمه على مواصلة الجهود المشتركة من أجل ضمان تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين. استقبل اليوم الوزير الأول أحمد يحيى وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارالاسكا غوميز الذي حل اليوم بالجزائر في زيارة عمل. اللقاء جرى بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نوردين بدوي. بدوي كان قد تحدث مع نظيره الأسباني فرناندو غراندي مارالاسكا غوميز، وذلك بحضور قائد الدرك الوطني اللواء من نادنوبة والمدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى الهبيري، وعن الوفد الإسباني كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالأمن. اللقاء تناول التنظيم المروري وقضايا الهجرة غير الشرعية والتنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب. هذه رسالة قوية على أننا عازمين بالتنسيق دائم وإلى مستويات راقية في التحديات التي تخص المنطقة التي نعيش بها، أولها المكافحة والإرهاب وكل الجرائم المرتبطة به، وتكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات، في مجال التكوين، وفي مجالات أخرى تقنية عملنا عليها ونعزم على أن نرقى بها إلى مستويات عالية. أهم المواضيع التي ناقشناها كانت تنصب حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة وأنها انشغال متبادل بين الحكومتين. وفيما يخص مكافحة الإرهاب، إن الجزائر بالنسبة إلى إسبانيا بلد رائد لخبرته الطويلة، ونحن نعمل على مواصلة استفادتنا من هذه الخبرة، كما نواصل التعاون في مجال حماية الأفراد بكل أشكاله من خلال عمل الأمن والحماية المدنية وأمن الطرقات. باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد العزيز بوتفليقة، يترأس غدا الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يترأس مراسم حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة، هذا بمقر وزارة الدفاع الوطني.
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي بنادي الجيش على افتتاح الندوة الثانية للمرصد الوطني حول المرفق العمومي، هذا بحضور عدد من أعضاء الحكومة. الندوة تناولت دور المرافق العمومية في ترقية وتنمية الاستثمار المحلي قصد توفير المورد المالي وتحقيق استقلالية أكبر في ميزانية الجماعات المحلية. بدوي أوضح أن الهدف من المشروع هو التوجه نحو الفعالية وإرساء قواعد جديدة غايتها تحسين رؤية المؤسسات وتحقيق الجدية في أدائها مع تشجيع روح المبادرة وعصرنة طرق التسيير. إن التوجهات القادمة للجماعات الإقليمية خاصة في الشق الاقتصادي ترتكز أساسا على خلق فرص الاستثمار ودعمها، وذلك تطبيقا للتوصيات والتعليمات التي مافت أوجدها فخامة رئيس الجمهورية إلى الحكومة والرامية إلى تنويع مصادر التمويل والتخلص التدريجي من التباين المحروقات قصد بناء اقتصاد قوي. وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس إلى عين ميناس، أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي مرفوقا بوزير الطاقة مصطفى ذيتوني والرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك عبد المؤمن والتقدور، أشرف على تدشين محطة تصفية رفع ضغط الغاز بمنطقة إلغار إن بعين ميناس، كما دشن بالمناسبة المقر الجديد للبلدية ووضع حيز الخدمة مسبحا نصف أولمبي، ليختتم الزيارة بعقد لقاء مع ممثلي المجتمع المدني والجمعيات وأعيان المنطقة، حيث استمع إلى إشغالاتهم مؤكدا أن هذا اللقاء يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية. كما وعد وزير الداخلية وعد سكان المناطق الحدودية ببرامج تنموية من شأنها تحسين ظروفهم المعيشية، وبالمناسبة أيضا تم تكريم رئيس الجمهورية من قبل أعيان وسكان ولاية إليزي نظير جهوده في تنمية الجنوب الكبير والمناطق الحدودية. أودي أولا أن أبلغكم تحيات تقدير ومحبة لفخامة رئيس الجمهورية لكل أهالي سكان ولاية إليس وعزمه، من خلال هذه الرسالة القوية عزمه على المواصلة وعلى الدعم الذي يجب علينا على مستوى الحكومة أن نواصله للتكفل بمجالات مختلفة في خاصة بالتنمية بصفة عامة. وبودي كذلك باسم سيد رئيس الجمهورية والحكومة بأننا اتخذنا هذا القرار للقضاء نهائيا على هذه الشاليهات وهذه القرارات، وأن المكلف والولاية بإعطاء عقود الملكية لكل الساكنين في هذه الشارع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ومن منطلق تعليمات قدمها السيد رئيس الجمهورية في 2006 وقراره التاريخي بالقضاء على كل الشاليهات اللي مبنية بلاميونت، وسوف نقدم هذا الملف على مستوى الحكومة ونقدم دعم مالي لكل أرضية لتقدمها الحكومة بالنسبة لإعادة بناء هذه المساكن على مستوى إن ميناس، ولكن كذلك على مستوى بلديات أخرى.
خلال لقائه فوجا من طلبة الحقوق التابعين للمركز الجامعي لتمنراست أكد وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح أكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لإصلاح العدالة واستقلالية القضاء، ومعلنا أن مسابقة القضاة سوف تجرى يقول قبل نهاية العام الجاري على أن يكون التكوين لمدة 4 سنوات. لوح ثمن بالمناسبة إجراء مثل هذه الزيارات لفائدة طلبة القانون واصفا إياها بالهامة جدا، وأنه من الضروري أن تكون المنظومة الجامعية قريبة من الواقع التطبيقي والميداني. تقول لنا البطب. بعيدا عن البروتوكول، لقاء مطول بين وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح وطلبة الحقوق للمركز الجامعي تمنراست، حديث عن واقع الممارسة القانونية جدد فيه وزير العدل إرادة رئيس الجمهورية لمواصلة مسار إصلاح العدالة والاهتمام العملي بجنوبنا الكبير. لماذا ركز فخامة رئيس الجمهورية على العدالة منذ البداية؟ لأنها العمود الفقري لبناء دولة القانون أولا، ثانيا لأنها ملاذ الاطمئنان والثقة. هذه المحاور التي ارتكزنا عليها في الإصلاح في إطار برنامج واضح لفخامة رئيس الجمهورية، في إطار رؤية واضحة لفخامة رئيس الجمهورية، كما هي بالنسبة للقطاعات الأخرى، وأذكر على سبيل المثال كان أيضا في مجال آخر غير الحقوق غير العدالة، كان من رؤية أيضا فخامة رئيس الجمهورية أننا تكون استثمارات وتكون تنمية واعتناء كبير بالولايات في الجنوب، وأنتم أعلم من غيركم بالمشروع الكبير الذي تم وهو نقل المياه من عين صالح إلى تمنراست. وزير العدل وفي كلمة توجيهية للطلبة قال بأن مسؤولية القضاء كبيرة وحريات الناس مقدسة. المهمة خطيرة جدا، خطيرة جدا، هذا من جهة. من جهة ثانية فحريات الناس مقدسة وحقوق الناس أيضا مقدسة، وبالتالي هي التزامات ثقيلة وخطيرة في نفس الوقت على القاضي. نحن كمنفذين لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية فنعتبر أن هذه أمانة نقوم بها بإخلاص وبكل ما لدينا من قوة ومجهود. زيارة اطلع فيها الطلبة على مختلف الهيئات التابعة لوزارة العدل. ما بمسنا اهتمام السيد رئيس الجمهورية بطلبة الجنوب بصفة عامة في جميع المجالات. بعد الشرح المفصل لمختلف الإصلاحات التي تفضل بها سير معالي الوزير، يعني قد زال هذا الخوف، وإن شاء الله سنخوض في هذا السياق في مسابقة القضاة إن شاء الله. وضمن مسار الإصلاح، المدرسة العليا للقضاء ستدرج ضمن الشبكة الدولية للمدارس العليا، ومن المنتظر إجراء مسابقة الالتحاق بها قبل نهاية السنة بتكوين ل4 سنوات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. في الشأن الطاقوي، أشرف اليوم وزير الطاقة مصطفى جيتوني على افتتاح اللقاء الوطني مع موزعي الكهرباء والغاز. اللقاء المنظم من قبل سلطة الكهرباء والغاز يهدف إلى عرض الجهود المبذولة من قبل الدولة لتحقيق التغطية الشاملة بالطاقة بمختلف ربوع الوطن. وبالمناسبة دعا جيتوني إلى العقلنة في استغلال الطاقة، ومؤكدا أن سون الغاز تعمل على تفادي الانقطاعات خلال فصل الصيف. المتابعة لحمزة أحمد بالقسام. تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة وعبر كامل التراب الوطني، بالإضافة إلى تحسين الخدمة العمومية والمساهمة في الحراك الاقتصادي الذي تشهده الجزائر، من المحاور التي تم التطرق لها خلال اللقاء الوطني مع موزعي الكهرباء والغاز. إن أكد وزير الطاقة على ضرورة العقلنة في استهلاك الطاقة والمحافظة عليها. L'essentiel, ce que le citoyen ne manque pas d'énergie. Au chauffé, nous sommes quand même à 99% du taux d'électrification du pays. Et nous sommes à 63% pour le gaz. Nous avons un khir, il est constaté d'aller. Jusqu'à quand ? Nous allons nous bédrou. Parce que cette histoire de subvention, il est dans le cas. كي لقاوه كاع الدول حل سهل، يخي اللي يسحق لا سوبونسيون يديها، اللي ما يسحقهاش يديها، يزيد يديها الاخر اللي يسحقها. مي خدنا كاع الاحتياطيات مع سون الغاز باش ان شاء الله ما يكونش فيه الانقطاع ان شاء الله، وزدنا دي كاباسيتي. استراتيجية طموحة تضعها الوزارة الوصية لتطوير مختلف الطاقات ببلادنا مع الاستغلال العقلاني للطاقات التقليدية وضمان خدمة عمومية جيدة للمواطن. وعلى هامش هذا اللقاء أكد جيتوني أن الجزائر والدول الأعضاء في أوبك وشركائها من المنتجين قرروا تعويض تراجع صادرات بعض الدول، وذلك عبر توزيع الحصص الإنتاجية الإضافية، حيث سترفع الجزائر إنتاجها من النفط ب 26 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن الاتفاق أو اتفاق أوبك الذي تمت المصادقة
تو عليه سبتمبر 2016 يبقى ساري المفعول ومشيدا بالمناسبة بالمساهمة الكبيرة لرئيس الجمهورية تجسيدا لهذا الاتفاق، حيث سيكرم من قبل منظمة أوبك شهر سبتمبر القادم. يقول والحصة الجزائر زادوا لها 26000 باريل جور أبرودوير صافي دير منه هاك شهر جاي إن شاء الله أون فا برودوير لي 1082 مليون 82000 باريل وزيد عليها 26000 غادي ندورو فير 1 مليون 100000 باريل جور اي بيو بروراتا لي مالي دير 300000 لي دا 400000 اسي سويت. هذا هو لاكور تاع لوبيب سي سا لاكور ان ني تي توشي ني روبري ني كي قال لك الواحد ما بقاش صاير الفعل هذه ما كانش لاكور اللي توجور لا. وعندنا اون ريونيون هنا في الجزائر ان شاء الله في سبتمبر نظن في لو 23 لو 24 سبتمبر وين غادي يجيو الدول لهنا وغادي اون فا اونوري غادي نشرفوا فخامة رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة على المجهود اللي قام به واللي قامت به الجزائر باش وصلنا لهذا العقد التاريخي. وتعزيزا للقدرات الإنتاجية الوطنية للطاقة، محطة لتوليد الكهرباء ببوتليليس بوهران من إنجاز شركة هندسة الكهرباء والغاز التابعة لسون الغاز. المشروع يسهم في تزويد الشبكة المحلية والوطنية بالكهرباء مع دخول هذه الصائفة. دلال الماضي تضيف أكثر. مشروع محطة توليد الكهرباء ببوتليليس من أهم المشاريع الاستثمارية لشركة هندسة الكهرباء والغاز التابعة لسومنغاز بقيمة تفوق 3000 مليار سنتيم. مشروع توربينات غازية بحوالي طاقة بحوالي 450 ميجاوات، فيها زوج توربينات غازية وطاقة تخرج على توتر 220 كيلو فولت وتروح المحطة التحويل تاع مسرغين، محطة التحويل تاع مسرغين تعاود تطلعها 400 كيلو فولت ويوقع النقل في الشبكة الوطنية. ويعد هذا الإنجاز تجربة رائدة للشركة المنجزة والتي اعتمدت على كفاءات جزائرية مؤهلة. C'est que le constructeur a fait que les études, il supervise de loin dans les bureaux et c'est les Algériens qui réalisent. Ils ont les plans dans leurs mains, c'est eux qui ont fait le génie civil, c'est eux qui ont fait le montage. Ça veut dire que c'est un projet jazaïri. المحطة ستدخل حيز الخدمة هذه الصائفة لتساهم في تزويد شبكة الكهرباء الوطنية. On a vraiment avancé. Bon, on compte faire le démarrage pour le mois de juillet. Bon, ici on veut que pour les travaux de suivi on essaie de se combiner avec tous les entreprises intervenantes. استهلكنا حوالي 15000 ميجاوات في الصائفة اللي فاتت. واليوم هذه المحطة رايحة تجي في هذه الصائفة إن شاء الله هي ومحطات أخرى رايحين يساهموا في الصائفة هذه اللي باش يطلعوا طاقة تاعنا تاع توليد كهرباء باش نفوتوا الصائفة هذه إن شاء الله بدون مشاكل. ثمان محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية بسعة 8000 ميجاوات في طول الإنجاز عبر الوطن. التقى اليوم وزير التجارة سعيد جلاب بالمركز الدولي للمؤتمرات، التقى فوج العمل المكلف بإعداد استراتيجية لترقية الصادرات الفلاحية في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الموجهة للمشاركين في الجلسة الوطنية للفلاحة المتعلقة بوضع خطة عمل وطنية لمرافقة مصدري المنتجات الزراعية. المتابعة لرباح مداوي. اللقاء الثالث هذا هو اللقاء الموسع الذي يسبق ورقة الطريق، خطوطها الرئيسية تدور حول 5 محاور أساسية: تقييم العرض عند التصدير، تكلفة سلسلة اللوجستيك والنقل، تفعيل دور المخابر في مراقبة المنتوج وتمكينه من المواصفات المطلوبة في الأسواق الخارجية، مراجعة التنظيم والعلاقة مع الجمارك والبنوك، دراسة الأسواق الخارجية مع مراعاة لعامل الوقت والمراجعة في حينها لورقة الطريق هذه قبل عرضها على الحكومة مطلع أكتوبر القادم. النتائج التي سوف تنبثق عن هذا اللقاء سيتم التعمق في دراستها من خلال أفواج عمل متخصصة حسب المحاور المشار إليها سابقا والتي سيتم تنصيبها خلال الأسبوع القادم على مستوى وزارة التجارة، وتضم بالإضافة إلى ممثلين الهيئات الرسمية المتعاملين الاقتصاديين المعنيين.
وسوف تشكل مقترحات أفواج العمل العناصر الأساسية المكونة لخارطة الطريق التي سوف تعرض على مجلس الحكومة لدراستها في الأجال المحددة في هذا الإطار. لقاء شفاف صريح بتفاؤل وبمسؤولية كذلك. كشف وزير التجارة فيه أن أمام منتوجاتنا الفلاحية أسواقا كثيرة، وصادرات الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة تعد بالكثير. $48 مليون. Si on compare avec l'année 2017, on était à $65 million. Si on continue sur ce rythme, on donne la dynamique, peut-être on va aller vers $100 million d'ici la fin de l'année. Et ça sera un pic. رجيس اللي صعيب بزاف هو تداريس انه افترقناه بالبوتيش نتاعنا الاصفر، افترقناه وين يعني ممكن نعطيك دخل 20 طن تاع بطيخ اصفر للرجيس وين تباع في ظرف ساعتين. لو برودوي الجيريان تو الموند لو فو، تو الموند لو فو، بصح il nous reste encore certaines choses à voir. Ben, comme par exemple le packaging, il y a du marketing. Donc, les Algériens, le marketing, ce n'est pas notre point fort. Nous avons un certificat, nous avons un mutabaqa li ma'ayir wataniya w dawliya. Shkoun yqoum bhad al ma'ayir. المتوقع من هذا اللقاء الإعلان عن ميلاد نادي عند التصدير وإنشاء دليل المصدر مع مراجعة طريقة الدعم ومنح صفة المصدر المعتمد لدى الجمارك وإجراءات أخرى خاصة باستراتيجية نشرع في اعتمادها بداية من 2019 بأهداف بنتائج وأرقام. أشرف اليوم الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد على افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لعمال قطاعات النقل، الموانئ والمحروقات والسكك الحديدية، هذا تحت الشعار التحالف والتضامن من أجل التحديات وآفاق التعاون ما بين الفيدراليات الأربع. الافتتاح حضره الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل كوتون ستيفان، حيث ثمن سيدي سعيد ثمن بالمناسبة المكاسب المحققة والتي أرجعها إلى سياسة الحوار المنتهجة مع مختلف الشركاء. رامني دي زاكي وسالاري دون الكاد دي ديالوغ d'une participation démocratique à la chose économique et sociale avec le gouvernement algérien sans qu'on aille dans la violence parce que nous connaissons le prix de la violence. أعتقد أن أي اتحاد نقابي يكون نابعا من تاريخ البلد وعظمة شعبه، وبالتالي فإن الاعتراف بالاتحادات يأتي استنادا إلى تاريخها وإسهاماتها في المسار التنموي للبلد. وبحضوري إلى الجزائر واطلاعي على الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعلاقته بالعمال ومختلف الشركاء، وجدت الأمر فعلا مثيرا للإعجاب. أكدت وزيرة البيئة والطاقة المتجددة فاطمة الزهرة زرواطي اليوم بالعاصمة ومن العاصمة خلال اختتام الملتقى الدولي حول استغلال النفايات في صناعة الإسمنت، أكدت ضرورة تثمين استغلال هذه النفايات للحفاظ على البيئة، ومشيرة إلى أن تجربة استغلال النفايات الصناعية في تشغيل أفران إنتاج الإسمنت بالجزائر بدأت تؤتي أكلها على غرار شركة إسمنت المتيجة بمفتاح. نادية السلطاني والمزيد. هي تقنية جديدة لمعالجة النفايات كبديل طاقوي بادرت بها شركة إسمنت المتيجة بمفتاح، تعتمد على تحويل النفايات الصناعية إلى مواد بديلة قابلة للاشتعال عن طريق الحرق المشترك في فرن المصنع. استعمال نفايات كبديل طاقوي راح يمكننا من استعمال أقل لطاقات نبيلة اللي هي طاقات غير متجددة كالغاز الطبيعي أو غيره اللي تحتاجها الجزائر في يعني مجالات أخرى وخاصة لتصديرها للخارج. هذا
هذا البديل الطاقوي كان في صلب الملتقى الدولي الذي أرادت من خلاله وزارة البيئة والطاقات المتجددة أن تجعله محركا تنمويا للكثير من الاستثمارات. عندنا إنتاج كبير، فرز كبير للنفايات 13 مليون طن سنويا. هنا يجب أن تتعدد الآليات وتعدد كذلك الطرائق اللي مستعمل بينها اليوم اللي هو موضوع النقاش، لأنه فيه الآن بالنسبة للحرق داخل مصانع الإسمنت اللي ممكن أنها تعمل تكون عندها الدور في تثمين هذه النفايات، التثمين الطاقوي أولا بالنسبة لكل النفايات، وهي تساعد بطريقة فعالة. في المسعى نفسه تم التوقيع على اتفاقية بين شركة إسمنت المتيجة بمفتاح وشركة سيال تهدف إلى استغلال النفايات من أجل تحقيق نوعية في المنتوج من جهة والحفاظ على محيط سليم من جهة أخرى. استقبلت اليوم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبرية وزير الدولة البريطاني المكلف بالكومنولث والأمم المتحدة اللورد أحمد أوف ويمبلدون، وقد بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقة بين البلدين في مجال التربية وتعليم اللغة الإنجليزية. وفي هذا السياق اتفق الوزيران على الشروع في التحضير لتوأمة بين المدرسة الجزائرية والبريطانية انطلاقا من السنة القادمة. كما استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى وزير دولة البريطاني المكلف بالكومنولث والأمم المتحدة، حيث اتفق الجانبان على بذل الجهود لمكافحة التطرف الديني والعمل سويا على ترقية ثقافة السلم والتعايش، حيث أكد محمد عيسى أن الجزائر تعمل على احترام حريات ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. انطلق اليوم بمنتزهية صابلات المخطط الأزرق للأمن الوطني لموسم الاصطياف 2018، وذلك بإشراف المدير العام للأمن الوطني مصطفى الهبيري في أول نشاط له بعد تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني. المخطط يقضي بتسخير تشكيلات أمنية ثابتة ودوريات للسهر على راحة المصطفين والسياح. المتابعة لإناس بدرة. أكثر من 10 مراكز شرطة ل 22 شاطئا مسموحا للسباحة ستسخر من طرف المديرية العامة للأمن الوطني من أجل حماية وراحة المصطفين والسياح. دأبنا وحرصنا على تفعيل نفس الإجراءات والتدابير الأمنية لتأمين موسم الاصطياف بضخ قوة بشرية إضافية تكفل تغطية 22 شاطئ مسموح للسباحة بالجزائر العاصمة وتفعيلها، إضافة إلى 11 مركز شرطة لحراسة الشواطئ الهامة. تشكيلات أمنية ثابتة دورية راجلة وراكبة مهامها السهر على راحة الجميع، تأمين الساحات والمنتزهات العمومية، مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تشديد الرقابة على أماكن التظاهر الرياضية والثقافية وأماكن توافد المواطنين كالأسواق، محطات السيارات والحافلات، محطات السكك الحديدية، محطات المترو والترامواي. ويبقى موسم الاصطياف هو الفرصة لحمل جميل الذكريات. وتزامنا وموسم الاصطياف استفاد أزيد من 1200 طفل من ولاية إليزي من رحلات إلى مختلف المناطق الساحلية لقضاء عطلة الصيف على ضفاف شواطئ البحر. التغطية لإبراهيم بالخير. فرحة عارمة لمسناها لدى هؤلاء الأطفال من ولاية إليزي وهم يتهيئون لقضاء عطلة الصيف على ضفاف الشواطئ. رايح المخيم الصيفي نلعب ونمحو ونبحر ونديروا الأنشطات وإن شاء الله نروحوا بخير وسلام. نجحت في المدرسة وبعتوني راح المخيم الصيفي نشوف البحر. راح نبحروا كما مولفين نلعبوا وسهرتها جميلة جدا والمطاعم الله يبارك فيهم. أنا رايح نديم البازا رايح نحوسوا ونصيفوا لمدة 15 يوم وإن شاء الله نروحوا بسلامة ونرجع بسلامة. وعلى مدار 15 يوما يستفيد هؤلاء الأطفال من برنامج ترفيهي بيداغوجي يهدف إلى تنمية القدرات الفكرية تحسبا للدخول المدرسي المقبل. إن شاء الله يكتشفوا نعم المناطق الساحلية والمناظر والآثار
ويتعرفوا على شباب اخرين في ولايات خلاف. 1200 مصطف الى الجزائر العاصمه منقسمه الى حصص. الحصه الاولى تتكون من 300 طفل، واليوم شهدنا الانطلاقه الاولى ومتوجهين الى الجزائر العاصمه الى بلديه سيدي فرج تيبازا وبوسماعيل. كما برمجت رحلات اخرى في قادم الايام لاطفال بلديه جنوب الولايه إليزيه لاكتشاف جمال الجزائر. حتى اليوم وزير الثقافة عز الدين مهوبي أشار انطلاق عملية توزيع الكتب الموجهة للمطالعة العمومية على كافة مكتبات الجزائر، حيث سلم الحصة الأولى لفائدة 8 مناطق بالوسط. ونظمت هذه العملية بالمكتبة الوطنية بمناسبة الذكرى 56 لعيد الاستقلال والشباب، حيث ثمن مهوبي المبادرة ومذكرا بجهود الدولة لترقية العلم وتشجيع المطالعة. كانت هذه العملية 1,600,000 نسخة كخطوة أولى أردناها، لأن من بين دلالات الاستقلال هو تعزيز المعرفة، هو منح العلم والثقافة والفكر مكانة كبيرة في مختلف برامجنا. والسيد رئيس الجمهورية كان حريص دائما على أن تأخذ المعرفة مكانها في حياة المجتمع، وكان من أكثر الناس الذين منحوا الثقافة الدعم الكبير في كل المجالات وبدرجة أخص فيما يتعلق بالكتاب. شدد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب من عين الدفلة على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالرياضة في الجزائر خصوصا وأنها مقبلة على احتضان الألعاب الإفريقية للشباب في 18 جويلية الجاري والألعاب المتوسطية في 2021. المزيد مع ليلى محمد محدود. مشاريع عدة كانت محل معاينة وزير الشباب والرياضة محمد حطاب بولاية عين الدفلة على غرار تدشينه لمختلف القاعات الرياضية بكل من العطاف، العبادية، الروينة وبوراشد، إضافة إلى إعطائه إشارة انطلاق موسم الاصطياف للشباب باتجاه شواطئ ولايتي تمس وتيبازا. الشيء الجميل والعناية اللي شفناها في هذه الولاية بغض النظر على البرنامج الذي سطر لفائدة هذه الولاية خلال السنوات الماضية في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية، تسجيل 259 مشروع لفائدة قطاع الشباب والرياضة. ولأن الجزائر على موعد مع الألعاب الإفريقية للشباب في 18 جويلية، أكد الوزير على ضرورة تضافر الجهود لإنجاح الدورة. الجزائر راهي تستعد مكانتها عن قريب نظم كأس إفريقية للشباب في الجزائر العاصمة يوم 18 و28 جويلية. كل هذه العودة قوية على الساحة الدولية في هذا القطاع تبشر بالخير. المناسبة كانت فرصة أيضا تم من خلالها تكريم بعض الوجوه الرياضية، وهذا نظير النتائج الإيجابية المحققة على المستوى الوطني والدولي. في الذاكرة الوطنية وقفتنا الآن عند منطقة يابوس بخنشلة التي ما تزال شاهدة على جرائم الاستعمار في حق الجزائريين والذين استماتوا في الدفاع عن الوطن. يقول عجرود سفيان. قرن فرنسا خسر نتحرق، قال الشعبيه قال لي يرقد ضد فرنسا لازم نشعل، لازم نحرق باش نتسنى السيس. ومن بعد قال لي ولاني كاين شان الراي الناس لا ما نحرقش، نسرق السيه، نحاول السيه مرتاح كامل. حاوزين انا سكو بوسايا كامل يقيم بوسايا زون انترديت، إن منطقة محرمة. جرائم النكراء اقترفتها فرنسا الاستعمارية في هذه المنطقة وخيرت أهلها بين التهجير أو الحرق، فاصطدمت بتضحيات رجال سقط منهم الكثير شهيدا في هذا المكان. ربي يرحم الشهداء ومشي تتمر ثلغ هذا تاريخ المغربة تاريخ المغرب الشهداء. البطل الشهيد علي النمر قائد الولاية الأولى هذا أبو الذريحة المسدسنا، وقائد المنطقة الثانية الحاج عبد المجيد عبد الصمد. كنا نزار الشهداء غادي تجي ندير كازن غادي ديوان الاستقلال يمثلنا، لازم نفاقد لازم ناقل غرسن لازم تلي زيارتنا في كارنتن ديما. وذايا على كل حال تصنع يركزنا الابطال
قال لنا نروح فداء باش هذا مثلنا هني وانا مشني نعاش وذي قمل استقبالي هروانا الاحتفاء بعيد الاستقلال لا يكتمل الا بالوفاء لتضحيات المجاهدين ودماء الشهداء. وعشية عيد الاستقلال اشرف قائد الناحية العسكرية السادسة اللواء سواب مفتاح على تسمية مركز الفحوصات المتخصصة بالناحية باسم المجاهد الراحل بحمو أحمد. كما اشرف اللواء سواب مفتاح على تسمية مركز تدريب المشاة بعين مقل باسم الشهيد سبابخي محمد. وحضر المراسم ضباط وإدارة من الناحية العسكرية السادسة. وبمناسبة عيد الاستقلال دائما نظمت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بقاعة الحجاج بمطار هواريبو مدين حفلا تكريميا، حيث كرم بالمناسبة الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش عائلة المجاهدين وأبناء الشهداء وبعض قدامى موظفي الجوية الجزائرية. في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم اليوم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بتمن رست. ويتعلق الأمر بالمسمى حمادي حميدوش المدعو أبو محمد الذي التحق بالجماعة الإرهابية عام 2012. الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف ومخزنة ذخيرة مملوءان. إن هذه النتائج، يضيف البيان، النتائج المحققة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على شريط الحدودي للبلاد تؤكد مدى عزم وإصرار قواتنا على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية حدودنا الوطنية. وفي إطار مكافحة الإرهاب دائما وإثر عملية بحث وتمشيط، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس بمنطقة ترفاعة ببلدية التك سلانت بباتنا، مخبئين للإرهابيين يحتويان على لومين تقليديي الصنع ومواد غذائية وأغراض مختلفة. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش بكل من برج باجي مختار وعين قزام مهربين وحجزت كمية من المواد الغذائية ومعدات. وفي سياق متصل، ضبط حراس والحدود بتلمسان قرابة 100 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفرزة للجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني ببشار تاجري مخدرات بحوزتهما 25 كيلوغرام من الكيف المعالج. من جهة أخرى، أوقف حراس السواحل بالقالة 4 غطاسين دون رخصة، وضبطوا أجهزة للصيد المحظور للمرجان ومعدات للغطس، بالإضافة إلى قاربين تقليديي الصنع. هذا إذن وتم خلالها السداسية الأول من السنة الجارية تحييد 117 إرهابيا واسترجاع كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة حسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي. وحسب هذه الحصيلة، فقد تم خلال هذا السداسي القضاء على 20 إرهابيا والقبض على 18 آخرين والعثور على 3 جثث واستسلام 66 إرهابيا عائلة تتكون من 10 أفراد. وتمكن أفراد الجيش أيضا خلال هذه الفترة من توقيف 57 عنصر دعم للجماعة الإرهابية وكشف وتدمير 311 مخبأ للإرهابيين وورشتين لصناعة المتفجرات. كما تم أيضا استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة. وفي مجال حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، فقد تمكن أفراد الجيش من توقيف 366 تاجر مخدرات وضبط 700 كيلوغرام واحد من الكوكايين وأكثر من 140 قنطارا من الكيف المعالج. وعن محاربة الهجرة غير الشرعية، يضيف البيان، فقد تم توقيف 4700 مهاجر غير شرعي وإنقاذ حياة 772 شخصا من الغرق وانتشال 17 جثة، يختم بيان وزارة الدفاع الوطني.
ورياح ثرى ظهر اليوم بمقبرة ولاد بالحاج بسحولة بالعاصمة جثمان والفقيد الزميل التقني كريم عاشور الذي انتقل أمس إلى رحمة الله، وذلك بحضور وزير الاتصال جمال كعوان وعائلة الفقيد وأصدقائه. وإثر هذا المصاب قدم وزير الاتصال جمال كعوان خالص التعازي إلى عائلة الفقيد راجيا من الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه وأسرة التلفزيون جميل الصبر والسلوان. من جهته قدم المدير العام للتلفزيون الجزائري توفيق خلادي باسمه وباسم كافة عمالي وعاملات التلفزيون قدم التعازي الخالص لعائلته مذكرا بخصال وتفاني الفقيد في العمل. رحم الله الفقيد، إنا لله وإنا إليه راجعون. شرع مساء أمس في ترحيل أزيد من 400 مهاجر بطريقة غير شرعية من مركز الإيواء بتمنرست إلى مدينة إكداس بجمهورية النيجر. المهاجرون تم ترحيلهم على متن 88 حافلة، وقد كانوا وصلوا إلى مركز الإيواء بزيرالدا قبل يومين ليتلقوا العناية الصحية والنفسية اللازمة قبل مغادرة الأراضي الجزائرية. العملية تجري بحضور وفد عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. المتابعة لوليد زروق. نتابع. يستعدون لدخول بلادهم النيجر ليعودوا إلى ذويهم. المحطة الأخيرة في رحلة العودة بعد استراحة دامت يومين بمركز الإيواء بتمنرست. 12 حافلة انطلقت ليلا نحو الحدود الجزائرية النيجيرية. واحدة مربيني معها في الدار صح. واه ما كانش لها قرنا هنا. لا. الهيئات الدولية التي أشادت بدور الجزائر الإنساني والذي يدخل ضمن مبادئها وأسسها التي ترعى حقوق الإنسان وتدعم الشعوب، أكدوا كذلك على ضرورة تكاتف دولي للحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية. L'embarquement ici se passe dans les meilleures conditions possibles. On a vu des familles monter à bord des bus, aidées par les gens du Croissant Rouge et d'autres. Et puis finalement, je dirais aussi que ce qui est important, c'est de pouvoir prendre en compte les questions de migration irrégulière. Donc de pouvoir continuer à s'attaquer à la question des passeurs, des trafiquants, de pouvoir donner une information claire tout au long des routes migratoires sur les dangers de la migration irrégulière. وتستمر عملية نقل المهاجرين إلى بلدانهم في انتظار وضع حد لمن يستغلهم ويبعثهم نحو المجهول، تجار البشر. دوليا تم تقديم 6 مخططات بناء إسرائيلية في القدس المحتلة إلى ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء التابعة لسلطات الاحتلال، حيث تتضمن بناء أكثر من 1000 وحدة سكنية خارج ما يسمى الخط الأخضر. بسوريا نزح نحو 270 ألف شخص نتيجة العملية العسكرية في محافظة درعا. هذا وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا قد حذر من أن معركة واسعة النطاق في المنطقة الجنوبية الغربية التي كانت تنعم بالهدوء سابقا قد تؤثر على المنطقة. في ليبيا لقي 7 مهاجرين على الأقل بينهم طفلان حتفهم بعد غرق قاربهم في عرض السواحل الليبية أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا، فيما تم إنقاذ 123 مهاجرا آخرين. إلى أخبار الرياضة، وفي إطار الدور الثمن النهائي لمونديال روسيا فاز اليوم منتخب السويد على منتخب سويسرا بنتيجة هدف دون رد، في حين تتقدم إنجلترا في هذه الأثناء على كولومبيا بهدف لصفر والمباراة في الدقائق الأخيرة من شوطها الثاني. نختم معكم النشرة من أوبرا الجزائر وعلم بالسعي، حيث أبدع تمثيل أوركسترا سيمفونية في روائع على وقع ألحان وطنية خالدة احتفالا بذكرى الاستقلال في حفل حضره وزير الثقافة عز الدين مهوبي، وعن التلفزيون للتغطية يوسف تافر. أناشيد وطنية سيمفونية في أغلى ذكرى استقلال الوطن بدماء الشهداء الأبرار. هذا
الشباب اللي باش يعرفوا منين جينا ورانا رايحين. ما نقدروش نعرفوا المستقبل اذا ما نعرفوش منين جينا. شرف لي نكون حاضره اليوم مع الجماعه الموسيقيه الاوركستر سيمفونيك تبع امين قودر مع الفنانين اللي حاضرين اليوم. ان شاء الله نشرفوا الجزائر وفي هذه المناسبه الذكرى تاع الانيفيرسير تاع الانديبوندونس تاع بلادنا. لازم كاع الفنانين ما ينساوش الناس اللي ضحوا على هذه البلاد يحتفلوا بهذه الايام سواء 1 نوفمبر 5 جويي للذكرى المجيده. ذكرى مجيدة وتقعد خالدة على مر السنين. يشرفنا بالاحتفال بعظمة أجدادنا وقوتهم اللي حافظوا على البلاد. تتوالى الأجيال وتمضي الأعوام لتبقى ألحان الوطن شهيدة على شموخ ثورة وعظمة نوفمبر وفرحة عيد الاستقلال والشباب. إلى التذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا اليوم: بحث مجالات التعاون الثنائي وقضايا الراهن بين الجزائر وإسبانيا وتنسيق مشترك في عدد المجالات أو عديد المجالات وإشادة بتجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب. أبعاد طاقوية وتنموية مع إطلاق محطة تصفية ورفع ضغط الغاز بعين مناس. ووزير الداخلية يؤكد من إليزي تكفل الدولة بانشغالات المواطن وتنمية المناطق الحدودية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. رفع حصة الجزائر من النفط ب 26 ألف برميل يوميا بداية من أوت المقبل، هذا التزاما منها باتفاق أوبك الأخير وتحفيزات لمصدري المنتجات الفلاحية. من ذاكرتنا التاريخية شهادة حية للنضال الثوري بمنطقة يابوس بخنشلة. ومبادرة ثقافية لترسيخ الهوية الوطنية مع إطلاق عملية توسيع الكتاب عبر الوطن. ومن أخبار موسم الاصطياف: مخطط أمني لضمان راحة المصطاف. وأطفال إليزي يستفيدون من رحلات إلى مختلف المناطق الساحلية. قبل أن نودعكم عناويننا في الخدمة، شكرا مشاهدينا والسلام عليكم.